السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة فورميني بالدارجة. أول درس من دروس الفلسفة غيكون هو الهوية الشخصية، ولكن قبل هذا الشيء اللي باقي ما اشترك كندعوه للاشتراك في الرابط اللي كاين هنايا. شنو هي الهوية الشخصية؟ بيان سور ماشي هي لاكارت ناسيونال، هذيك الهوية الإدارية ديالك، ولكن الهوية الشخصية في المفهوم الفلسفي هي الحاجة اللي كتميز الذات ديالنا. شوفوا التعريف اللي عطاو الفلاسفة. الهوية يدل اللفظ على الخاصية التي بموجبها إما تطابق الذات ذاتها فتكون هي هي، وإما أنها تميز الذات عن غيرها. فالهوية إذن مبدأ وحدة واختلاف. بالجانب الوحدة هي أن الهوية هي اللي كتخلي الذات ديالنا هي هي، يعني كتعرف راسك ملي كتشوف راسك في المرايا، ولا ملي كتشوف التصرفات ديالك تقول أنا هو هذا، ولا الحاجة اللي كتميزك على الآخر. فالهوية هي اللي كتميز ذات عن ذات أخرى. كيف للشخص بما هو ذات عارفة وأنا واعية أن يتعرف ذاته ويحافظ على وحدة الشعور بها؟ أول حاجة خصنا نفهمه كيفاش الذات كتعرف الهوية ديالها، وكيفاش كتحافظ على هذه الوحدة الشعور بها على مر السنين. ثاني حاجة، إن هذه الأسئلة تتمحور حول إشكال إدراك الذات لهويتها الخاصة وتطابقها لذاتها داخل وحدة الأنا. وحدة الأنا كما عرفها الفلاسفة هي حقيقة الإنسان الثابتة والحاملة لكل حالة نفسية والفكرية، كما يدل اللفظ على الجانب الواعي في شخصية الإنسان. يعني كيفاش أنها الذات كتحافظ على ذاتها وللهوية ديالها في داخل وحدة الأنا. دابا نبداو بالفلاسفة، وأول فيلسوف هضر على الهوية الشخصية هو جون لوك، عاش في القرن 17 ما بين 1632 و 1704. هو فيلسوف إنجليزي، قال في 1690 مقالة في الفهم البشري لشرح فيها بمقاربة ميتافيزيقية تفسير وحدة الهوية الشخصية. فقال الهوية الشخصية هو الشعور الذي يكون الشخص عن أفعاله الخاصة وتجاربه الحسية، وعندما يكون هذا الشعور مصاحبا للفكر فإنه ينتج وعيا يستمر في الزمان بفعل الذاكرة التي هي بذاتها امتداد لهذا الوعي في الزمان والمكان. دابا بالنسبة لجون لوك باختصار، الهوية الشخصية هو ديك الشعور اللي كيجينا الوقت اللي كنكونوا حنايا كنديروا شي تصرف ما، مثلا شي واحد من مميزاته أنه متسرع، باش عرف أن هذه كتميز الهوية ديالو بكثرة ما كان كيدير تصرفات، وكيصاحبها ضروري صاحبها الفكر ولا الوعي، لأن كاين إنسان كيدير تصرفات لا واعية ما كيركزش فيها، كتلقى 10-40 عام ما عارفش راسو شكون هو. ولكن واحد اللي كيتصرف واحد التصرف مثلا متسرع، كيف يوصل واحد السن كيقول لك أنا متسرع، باش عرفتيها كيقول لك كيرجع عن طريق الذاكرة ديك الشيء اللي خزنه بالفكر ديالو نتاجا للتصرفات والأفعال ديالو. فهذه هي الهوية ديالنا، كل ما كنديروا شي تصرف ولا فعل كان يحضر فيه الفكر كيخزن ديك الأشياء وكيكون بها واحد الهوية ديالنا اللي كتصاحبنا على طول الزمن عن طريق الذاكرة. غنشوفوا دابا هاد الشيما اللي كتلخص هاد المفهوم عند جون لوك. فأول حاجة هما الأفعال والتجارب اللي كنقوموا بها، ملي كيحضر فيها الشعور والفكر كتخزن عن طريق الوعي في الذاكرة اللي هي كتعطينا من بعد مع مرور الزمن واحد الوحدة الهوية الشخصية واللي كتشكل الهوية ديالنا من بعد. دابا نشوفوا شنو هو مفهوم الوعي بالنسبة للفلاسفة. الوعي لفظ يدل على مجموع العمليات الشعورية التي تمكن الذات من إدراك مباشر لذاتها ولما تقوم به ولما يحيط بها، ويرتبط الوعي بنشاط الفرد وتطور اللغة لديه. الوعي هو الحاجة اللي كتطور عن الطفل ابتداء من 6-7 سنين، واللي هي كيقدر يفهم بها ما يحيط به، وعليها أصرينا على أنها مهمة تكون حاضرة في هذه عملية التخزين وتشكيل الهوية، لأن الوعي اللي كيخزن الحاجة في المكان المناسب ولا كيعطيها واحد النسق معين مع أشياء أخرى دازت في الماضي وكتشكل من بعد الهوية. أما الإنسان اللي أحمق مثلا أو الصبي اللي ما عندوش واحد الوعي باش يكون على واحد الإدراك فكري للتصرف دياله ما يقدرش يكون واحد الصورة على الهوية دياله. وللأسف الأمثلة ديالنا عدة ديال بعض الناس وصلوا سنين في حياتهم ما عارفين صراحة شكون هما، لأنهم عايشين بلا وعي
وبلا محاولة تحليل التصرفات ديالهم في الحياة، فما كيكونش عارف راسه. الإنسان اللي كيعطي راسه واحد الغوكول، واحد الرجوع الوراء باش يشوف راسه واش كيدير، كيقدر يبدا يكون شوية بشوية ديك الصورة على ذاته، وهي الهوية اللي كنسميوها حنا في الفلسفة الهوية. فجون لوك كيقول أن الوحدة والاستمرارية مفهومان يعبران بقوة عن دلالة الهوية والشخصية التي أتعرف عليها في ذاتي دون ما حاجة إلى الجسد أو الغير. فجون لوك أقصى الجسد والغير من المفهوم الهوية الشخصية، وقال أننا عن طريق الوحدة والاستمرارية والذاكرة والوعي ديالنا كنقدروا ندركوا شنو هي الهوية الشخصية ديالنا. دابا نمشيو لأطروحات الفيلسوف الآخر، واللي هو آرثور شوبنهاور، واللي هو عاش في القرن 18 ما بين 1788 و 1806. هو فيلسوف ألماني. في 1813 كتب العالم بوصفه إرادة وتمثلا، وقال شوبنهاور أن ما يشكل الهوية الشخصية هو إرادة الحياة وليس الوعي والذاكرة. يعني هنا جاي يختلف مع لوك أن المحدد الهوية ماشي هو الوعي والذاكرة، إنما هو إرادة الحياة أو الغريزة، ديك الحاجة اللي كتبقى فينا واللي كتنشأ مع الطفل من الأول، فكتلقاه كيخاف يطيح هو باقي ما عنده ما تكونش الوعي. وكذلك ملي كتلقى الإنسان مثلا أحمق ولكن ما يقدرش يمشي لشي حاجة اللي فيها التهلكة، ولا جرى عليه شي كلب يهرب، لأن هذاك لانستان دو سيرفي ولا إرادة الحياة هو اللي كتدفعو يتصرف هاد التصرفات. فبالنسبة لي له هاد الهوية الشخصية هي إرادة الحياة، هي اللي كتحدد لنا هاد الهوية. فالشخص بالنسبة لآرثور شوبنهاور هو أولا جسد، وأن لكل شخص تجربة حميمية مع جسده وسابقة على الوعي والتعقل. فالوعي والذاكرة قد يصيبها التلف بفعل الشيخوخة أو المرض، لكن ما يظل ثابتا وجوهريا هو إرادة الحياة. يعني بالنسبة لآرثور شوبنهاور الغرائز واللي كتكون مع الشخص مجرد ما كيخرج للحياة، واللي كيبقى عنده كما قلنا تفاعل مع جسمه، والطفل كيتجلى في الطفل انه كيبدا يشوف صبعانه، كيبدا يمانيبيلي يديه ويحركهم ويشوف عنده واحد العلاقه مع جسمه قبل ما يتشكل عنده الوعي. وبنفس الوقت الهويه الشخصيه ما كتفقدش الا تفقدت. بالنسبه لارثور شوبنهاور كمثال قال ما كتفقدش الا تفقدت مثلا الذاكره في حاله الزهايمر، كتبقى عندك انت الهويه الشخصيه ديالك. فبالنسبه ليلو ماشي الوعي والذاكره اللي كيشكل الهويه الشخصيه، بل اكثر من ذلك هما الغرائز واراده الحياه. فكتركيب وخلاصة، قد يكون أساس ومبدأ الهوية الشخصية إما الوعي أو الذاكرة، وإما إرادة الحياة التي تتجلى في الرغبات. فكنتمنى أن هاد الخلاصة أو النبذة على هاد الفقرة ديال الهوية الشخصية نالت إعجابكم، وكنت يعني بسيط في الشرح ديالها. إلا كاين شي أسئلة أو لا ردود فعل أو لا ملاحظات، كنتقبلوها بصدر رحب، وحنا دي اول تجربه، كنتمنى انكم تتابعوها وبارطاجيو مع اصحابكم الى عجبكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو وديروا جيم، تهلاو الى فرصه قادمه ان شاء الله.